الطلاب كتفوا، لو سمحتوا الطلاب تكتفوا، لك بدأنا بالدروس مباشرة. شوفوا قبل طلاب تكتفوا، مبين صاير عندكم حرية منيح، ما بتقبلوا نهائيا أي توجيه خارجي عنيف. أما لو سمحتوا طلاب تكتفوا قبلوا. ففي فرق كثير كبير بين التربية الداخلية اللي بتكون نابعة من وعي ومن فهم، وهذا هو الجيل الجديد، وبين تربيتنا العسكرية اللي أنتجت ما أنتجت. بداية برحب بالجميع، شيخ أبو رياض، دكتور نور، مهندسنا اللي جاب أيضا ابنه العلامات الأولى، وشاعرنا، وباقي الضيوف. وبتذكر بهذه المناسبة وبنفس المكان الله يرحم الأستاذ عبد الجليل عزام، كان عنده طموح أنه يجي على دار السلام، وإجا وكان هو البداية والنهاية الله يرحم. إضافة أنه كان من الأساتذة اللي أكرموا الطلاب، وكان له حظ وفير بمحبة الطلاب له الأستاذ بسام دهوك الله يرحمه. وأيضا دار السلام فقدت هذا العام المرحوم أبو سهيل مهيب أبو حسن. فإن شاء الله أنه هذا التعاون بهذه المبادرات دوما بيستمر، وما بنعرف مين بنفقد بالعام المقبل. هل يا ترى فعلا عم نفقد ناس، أم عم نودع أنفسنا؟ هاي متروكي لثقافة الطلاب المستقبلية. صحيح أني رح بارك بنجاحكم، بس هو نجاح بمستوى معين. أيضا رح هني الطلاب اللي ما قدروا ينجحوا. ليه؟ لأن تجربة الحياة بتستدعي الرسوب والنجاح. وإذا ما ذكرنا زملائنا اللي ما قدروا ينجحوا منكون أنانيين. الحياة بتعلمنا اللا أناني، التعاون، عدم التنافس. فهذا الدرس البسيط إن شاء الله إنه رح يبقى ذكرى للعمر. طبعا هاي المبادرة إن شاء الله إنه تستمر، فيها من التعاون الكبير اللي مأخوذ هذا التعاون من روح صندوق تكافل الخاص بالطلاب المدعوم من قبل المغتربين اللي حتى ما قبلوا إنه دار السلام تشاركهم بهذا الدعم. مباشرة لما صار في نقص حاولنا نتدخل، تداركوا الأمر وما عم بيقصروا بأي نقص، بالعكس بنماء وبازدياد. وأبارك للجنة القائمة على صندوق دعم الطلاب على هاي الجهود الكبيرة اللي بذلوها. الحقيقة اللي ما بيعرف كمية الجهد اللي بذلوا الأستاذ نضال أبو حسن لتنسيق هذا العمل أيضا مشكور، ضروري أنه نذكر عمل الخير. رح اكتفي بكلمتي، ورح أقدم لكلمة المؤسس لهي المبادرة. المؤسس لهي المبادرة اللي ما بيعرف بتوقع لازم يعرف انه المرحوم ابو خالد راضي عزام بقي ثابت على يد العطاء طيلة الاعوام الماضية بتكريم الطلاب، بل زاد. والآن ما شاء الله الدكتور نور وحرم المرحوم مستمرين بهذه المبادرة. طبعا هاي المبادرات هي أساس الثقافة، هي أساس النجاح بالحياة. هذه المبادرات ما اجت عن عبث. لاحظوا انه كل من يقوم بهذه المبادرات في له أصل طيب،
مثلا المرحوم أبو راضي سلمان عزام، بعرفه من خلال عيادتي لما كنت أعمل فيها من الناس الطيبي القلوب اللي بيحبوا الأهلية وبيحبوا دعم البلد وأهل البلد. الله يرحمه. فبالتالي هاي الثقافة هي اللي تورث. أستاذ عبد الجليل أيضا ورث ما شاء الله. وإذا بتلاحظوا الصندوق الطلابي، لاحظوا مين الخلفية اللي إلهم، هاي الثقافة اللي بدنا نركز عليها أيضا، غير الناحية التعليمية اللي هي تعتبر أهم بكثير من الناحية التعليمية. وإلا لاحظ إيش بصير بالمجتمع. ما رح طول عليكم، رح ادعي انسان مكرم جدا ومقدر وناجح، كنت راقبه كمثال من وقت الطفولة، ما شاء الله كان منفتح من وقت الابتدائي، في عنده حرية كثير حلوة. وقت الاعدادية ايضا كرس الحرية اكثر بالنضال ضد اللي كانوا يحاولوا يضطهدوا الطاقة الأنثوية بالبلد، فكانوا يعملوا مشاكل بهذا الاتجاه ما شاء الله عليهم. أيضا بالثانوية أخذها مثل ما أنتم أخذتوا الثانوية، قدر يكمل تعليمه والآن سمعة طيبة ويدير أحسن المشافي بجرمانة ريف دمشق اللي هو مشفى الراضي. راح أدعي الدكتور نور الدين عزام عن مبادرة المرحوم راضي عزام. صراحة الواحد نعطي الشكر والروح الطيبة من هيدا الشباب حلوين، وشوفكم هيك الواحد كان بيغض عن الكلام وبيغض عن التعبير. أول شيء شكراً للدكتور نواف على كل شيء حكى، طبعاً هذا بينم عن الأصل، بينم عن الإنسانية، بينم عن الثقافة، بينم عن مسيرته اللي رسمها في حياته، واللي كلنا نعرفها على مستوى الصعيد المحلي وعلى الصعيد خارج المحلي، حتى على الصعيد اللي خارج جبار سوريا والصعيد العالمي. يعني أنا التقيت بناس برا وأول ما سألوني عرفوني من السويدة سألوني عن الدكتور نواف. هذا شيء صراحة بداية الفخر، بداية الاعتزاز، وبتمنى من الله إنه أغلبكم يوصل لمراحل مثل ما وصلوا الناس اللي نفتخر فيهم. نحن مجتمعين اليوم كل سنة عم نجتمع تقريبا بنصف التاريخ تكفيما لمبادرة أنشأها المرحوم أخي هاضم، اللي كانت مبنية من نظرة إنسانية ومن نظرة وقوف بجانب أبناء بلد بجانب أهله. طبعا نحن هون كلنا عائلة واحدة، حتى لو ما نعرف بعضنا الأسامي أو ممكن نتكلم نقول في أول مرة. صار ظروف الحياة اللي عم نمر فيها كلياتنا، صار ظروف العمل اللي كل إنسان معرض له. أنا بارك من كل قلبي لطلاب جميعا، طلاب الناشئين وطلاب اللي ما نجح، لأنه اللي طلاب اللي ما توفقوا واللي ما صلح من الأطباء الخاطئة اللي نجحوا، مثل ما تفضل الدكتور نواف، ما في إنسان بحياته وصل لأي مركز وهو من نجاح لنجاح، بالعكس هي الكبوة الأوقات هو محفز للنجاح. ونجاح بحد ذاته بغض النظر عن درجات النجاح هي مش تقييم حقيقي للشخص، بالعكس كلاتنا كلاتنا طلاب ومضينا بامتحانات وممكن ظروف معينة صحية أو نفسية أو حتى بيئية إنه يتأثر فيها الطالب ما يقدر يجاوب، فهو هذا تقييم حقيقي صراحة. التقييم الحقيقي اللي بيقيم الشخص وبيقيم الإنسان هو صناعة مسيرته بالحياة، كيف بيقيم على شو بده يرتكز. ما في أسهل من إنه أي واحد يجيب مجموعة كتب يقعد يقرأها ويحفظها ويقدم فيها امتحان منها. بس هل هالشيء
هو أساسي بنجاحه بالحياة؟ أبدا لا. النجاح بالحياة له عدة أمور أساسية، بالإضافة للشهادة وبالإضافة للتعليم وبالإضافة للمهنة، هو طريقة تحويل الشيء اللي بيدرسه الإنسان من شهادة أو من مهنة لأمور إنسانية بيتعامل فيها مع العالم، بيتعامل فيها مع أهله، بيتعامل فيها مع كل ما الناس اللي بيلتقي فيهم بغض النظر أسرار صوت على عنهم. طبعا أنا شايف وجوهكم كل الخير وشايف وجوهكم كل النجاح. أنا ببارك لكم مرة ثانية وببارك لأهلكم اللي وقفوا جنبكم بالرغم من كل الظروف اللي موجودة طبعا، والفضل بالنسبة يعني الأكبر هو بيرجع للمدرسين اللي عم يهتموا فيكم واللي عم يعلموكم، وبكره انتم بتشوفوا بس تطبقوا المسيرة الحياة بصير الواحد يتذكر المدرسين درسوه من الصف الأول والثاني والثالث والابتدائي والإعدادي والثانوي وحتى الجامعة، بيتذكر كل حدث صغير صار معه. أنا بنصحكم إنه نمو العلاقات الإنسانية بيناتكم، نمو نزعة الخير بيناتكم، اهتموا ببناء أنفسكم نفسيا علميا دينيا اجتماعيا على كل الأصعدة، لأنه هاي الأسس الحقيقية لنجاحكم. شكرا كثير لكم وشكرا للموجودين جميعا، شكرا لمدرسيكم، شكرا لأهلكم، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. شكرا للدكتور نور على هاي الكلمات الطيبة. بديت الأستاذ نضال رح يلقي كلمة عن صندوق طلابي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنية المحبة على ثلاث حمزة، النوايا والمشاعر والأفكار، وهذا ما يجمعنا الحمزة. نوايا طيبة رائعة مبرأة عن أي نفع شخصي أو منفعة ذاتية، ومشاعر اعتزاز وافتقار ومحبة وحب لهذه الوجود الخليج، وأفكار منها التطور والسعي نحو الأفضل. وانطلاقا من مبدأ تنمية القيم الإنسانية والاجتماعية بين الناس، عملنا على تنظيم هذا الحفل، هذا الحفل السنوي الثاني الذي نفتقد فيه أستاذين جليلين رائعين، الأستاذ عبد الجليل عزام والأستاذ أستاذ دهوك رحمه الله. ولأن النوايا طيبة وحدنا المبادرات في مبادرة واحدة، وحدنا مبادرة مشفى الراضي من خلال مبادرة المرحوم المخرج عبد عزام رائد التكريم في عريق رحمه الله، ومبادرة الدكتور المهندس إياد عبد الجليل عزام وفقه الله طولان في كندا ويتابع نشاطات هذا الحفل والصندوق، ووحدنا أيضا مدار دار السلام عمار دار السلام دائما إن شاء الله، ومدار صندوق التكافل الطلابي الاجتماعي في مختلف الطائفة. لمحة عن هذا الصندوق، هذا الصندوق أحبتي تأسس عام 2016 بهمة مجموعة من شباب البلدان المغتربين في الإمارات وقطر ودول خليجية أخرى، ولأن العمل كان جيداً بهمة اللجنة الكريمة والمتبرعين الرائعين، انضمنا إلى هذا الصندوق مجموعات داعمين جليس، أولها مجموعة صبايا وشباب عريقة في أوروبا، والمجموعة الثانية أيضاً كان لسيد أخ في الإنسانية السيد باول وزوجته شيرين وهو المواطن برد، عن طريق احد اصدقاء الصندوق الاستاذ اياد دواره، يتبرع هذا الشخص كل شهر بمئات يورو توزع مناصفه بين الصندوق وجمعيات العناد.
وهناك متبرعون آخرون نعلن عنهم دائما على صفحة صندوق التكافل الاجتماعي، وأرجو من الجميع متابعة هذه الصفحة والاطلاع على أشخاص حقوق وعلى أسماء التبرعين. أبنائي الطلاب، إن الأفضل من بينكم ليس الأكثر مالا وليس الذي هو أجمل أو أطول أو عيونه ملونة، لا، الأفضل بينكم من هو في قلبه رحمة وفي قلبه عفو وفي قلبه إنسانية. الأفضل من بينكم هو من يسعى لتطوير ذاته وتطوير مجتمعه نحو الأفضل. وإذا أردنا أن نطور المجتمع علينا أن نبدأ بأنفسنا، فالفرق هو الذي نقول في المجتمع، فإذا تطور تطور ذات المجتمع. وجه كلمة شكر إلى دار السلام لتحمل الاستضافة وارتباك هذا اللقاء الطيب عن نشاطات الصندوق. صندوق التكافل الطلابي الاجتماعي للمغتربين وزع في هذا العام الدراسي مبلغ 180 مليون ليرة سعودي على شرائح الطلاب جميعا، وقد ساهم شباب الإمارات من هذا المبلغ بمبلغ 116 مليون ليرة سعودي، وما زلنا ننتظر اشتراك مساهمين جدد حتى نتمكن من رفع الشرائح لتتناسب مع وضع الاقتصاد الحالي ومع حالة التضخم التي نعيشه. إن شاء الله نلتقي في العام القادم وكلنا إرادة وهمة في تطوير هذا العام. سلام للجميع. شكرا أستاذ طارق. يعني قبل ما نبدأ يمكن أحدكم يتسأل لي هاي بعد أن تقرأ جائزة هذا الدكتور البسيط اللي عم حاول شكل الإضاءة فيه في شاب من بيت الطرودي اليوم عرسين، فقال اليوم رح يرد العروس ورد يرد العروس كمان. نحن طبعا نرضى بكل شيء لأنه حتى هذه الوصلة فيها إيجابية أكثر من تكميل العمل. أحيانا برنامج يتعلق بالجمال بيخلي واحد إنه يعصب مثلا ما انتهى عمله، خصوصا عند المهندسين لما على الصامت بيشتغل. هاي العصبية هي المبادئ اللي عم يتكلم عليها الإخوة اللي تكلموا قبل شوي، مبادئ الحياة، كيف إنك أنت بتبقى ناجح في الحياة رغم الصعود أو الهبوط. ما بتفرح كثير ما بتزعل كثير. كيف؟ هي تقابل أخرى، هي تقابل دار السلام. اسمها دار السلام. بما إنه أعلن عن متابعة صفحة عندنا 20 صفحة و30 مجموعة و7 قنوات يوتيوب، تابعوا. راح أدعي نيابة عن دكتور إياد أخوه أستاذ عماد ليتكلم لكم كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، يشرفنا اليوم أن نقوم بواجبنا في تكريم طلابنا الأعزاء الناجحين بالشهادة الثانوية للعام هذا 2024، راجيين من الباري عز وجل أن يسدد خطاكم وأن نراكم في أعلى المراحل والمراتب العلم والمعرفة. وأتمنى عليكم أن تثابروا وتجتهدوا في كل المراحل التعليمية القادمة. كل الشكر لكم ولأهلي بلدة عريق الكرام على هذه المبادرة الطيبة التي تدعم وتشجع على رفع راية العلم، والشكر الجزيل لدار المحبة دار السلام على عطائها المستمر، والشكر الموصول لإدارة مشفى الراضي. ونسأل الله أن يتغمد العم أبو خالد راضي عزام بواسع رحمته، والرحمة لروح والدي الفاضل الأستاذ عبد الجليل جابر عزام، والرحمة لروح المربي الفاضل الأستاذ بسام الدهوك. وكل الشكر والتقدير للأخوة في صندوق التكافل
الاجتماعي لمغتربي بلدة عريقة إدارة ومانحين. وفقكم الله جميعا وجزاكم الخير كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الخاصة بالطلاب وعن الطلاب رح تلقيها مين؟ روان. روان طالبي روان بسام الدهوك، الله يرحمه. أسعد الله صباحكم بكل خير. قبل أن يحاول المرء أن يصبح ناجحاً عليه المحاولة في أن يكون إنساناً له قيمة، وبعدها يأتي النجاح التلقائي. وقيمتنا كأفراد هي المحافظة على إنسانيتنا والسعي لتطوير ذواتنا والانتقال بها إلى الطور الأعلى لنكون أكثر وعياً وقوة ومرونة ونقاء. فهذا هو النجاح الحقيقي والهدف من وجودنا جميعاً. هكذا علمني أبي معنى النجاح. فكل الشكر لروح أبي الطاهرة التي ستبقى معي أينما ذهبت، متجسدة كلماته المحفورة بوجداني وأعماق ذاكرتي، ولأمي وصديقتي التي ستبقى منارة تضيء لي الطريق ومثلي الأعلى الذي أقتدي به. وبالنيابة عني وعن أبناء جيلي، أريد أن أخص بالشكر جميع الجهات التي أسهمت في هذا التكريم على سعيهم في المثابرة على زراعة الأمل والقيم النبيلة في أنفسنا وتسليط الضوء على استمرارية الاهتمام بالعلم. وبالطبع أتوجه بالشكر لأبناء بلدتي الحبيبة الحاضرين منهم والمهتدمين، ودمتم بألف خير. قبل ما نبدأ بفعاليات التكريم، عندنا الفنان رفعت أبو عساف رح يحييكم بوصلات فنية، وعندنا مشاركين آخرين نعلن عنهم لاحقا. يعني انتوا اليوم هون بين ما يجهز الغداء، الغداء بسيط، والبساطة هي اللي بتعمل الإنسان. دار السلام بتعرفوا نباتي، أما أيضا الطعام كثير مبارك وممتاز وطبيعي جدا. فالفريق اللي عم يشتغل من مبارحة هون هدر النعمة ممنوع، في عنا وجبات أسبوعية تقدم لأسر بالبلد، فاللي ما حابب يأكل يعرف يحتفظ بالصحن، لأن عنا كثير أسر نوزع له وجبات أسبوعية. الفنان رفعت أبو عساف رح يغني اللقاء. ألف مبروك للناجحين، حظ أوفر للي ما سنحت لهم الفرصة. الأم يلي ربتنا تعبت علينا أكيد كلياتكن، إمياتكن سهروا معكن طول هاي الفترة وتعبوا معكن، فبدي يقول أمي أمي يا شمس ما يوم عرفت غياب، أمي يا شمس ما يوم عرفت غياب ويا بركان السهر بليل الألم، أمي يا عطر الورد الما نبت بتراب يسري بنفاسي وبثيابي ومع الدم، أمي ام المطر اللي ما قدر يشيلها سحاب، ولو هل تشفى جروح العالم، امي امي الجني وبيدها مفتاح الباب، امي الجني وبيدها مفتاح الباب ومن بعدها كل الدنيا جهنم، امي امي الشمع اللي احترق قلبها ولا ذاب، امي الشمع اللي احترق قلبها ولا ذاب، ولا طفاها لا رياح ولا عتم، امي امي ما يوم جتني بلوم وعتاب، امي ما جتني بيوم بلوم وعتاب، ولو افكر تفكير بفقدها اتيتم، امي امي كلمي ما قريتها بكتاب، امي كلمي والله ما قريتها بكتاب، بس لساني نطقها اول ما بغم، لساني نطقها اول ما بغم. وسلامتكم. والله كلها تجيل شباب، مش عارف شو بدنا نسمعهم عاد. بس أكيد كونكم أولاد قرى، أولاد قرية كريمة مثل هالقرية، أكيد بعدكم بتحتفظوا بالتراث. خلينا نبلش من المضافي من هون، يعني الحجر، طبق القش، المحماسي، المنشل، النير، اللوكس، الفنار، الدلي، المهباج. Thank you.
وكم قف تتحمل يا قلبي يا قلبي. نفوت عالبيدر حفايا نكيل غل بالصاع، صيري عبر وجدايا ومعاليف وام رياع، نقورم ظانوا لوايا وبعمره ما حدا جاع. وبعمره ما حدا برد مهما يجي سقع وبرد، بعمره ما حدا برد مهما يجي سقع وبرد. دافي ببورنا حامي تنورنا، دافي ببورنا حامي تنورنا، قش قاش وجل الوقت وبعمره ما حدا براقي. على مود عيونك باقي اضحك من كل اعماقي، عطرك انا اتنفس على مودك انت وبس، عيونك انا اتنفس على مودك انت وبس. سنبدأ بتكريم 20 طالبا وطالبة ثم وصلة فنية، ثم نكرم 19 طالبا وطالبة ثم وصلة فنية، ثم نتابع التكريم. ملاحظة هامة جدا، الأسماء مرتبة ترتيب عشوائي وليس حسب الدرجات أو العلامات. نحن نكرم الناجحين، جميع الناجحين. شكرا شكرا أستاذ نيران. سأبدأ بتلاوة أسماء الناجحين والناجحات، وقلت لكم بأن الترتيب عشوائي والعلاقة له بالمتفوقين. نحن نكرم الناجحين جميعا. الاسم الأول لوتس رزق الظاهر، مبروك. اثنين روان بسام الدهوك. ثلاثة ميراس وسيم جابر عزام. أربعة غزل مهدي عزام. خمسة حلا سامر جابر عزام. ستة شهد سامر جابر عزام. سبعة شهد أحسان أبو حسن. ثماني شهد شادي عزام. تسعة ميس حسين الترودي. عشرة حسام هيثم الشبلي. 11 ليث أسامة مرجي الشبلي. 12 إنجي خليل عزام. 13 غرام وسام نايف عزام. 14 مجد زهير دوارة. 15 يوسف إياد الشبلي. 16 غرام سامر النجم. 17 كريستينا شادي دوارة. 18 لين حسام أبو زين الدين. 19 قمر محمد الصالح عزام.
رقم 20 لانا اياد الطرودي. الطلاب تكتفوا احسن لكم. الوصل الفني الثاني راح يكرمكم فيها الشيخ الشاعر ابو صالح فراس عزام. الله يسعد صباحكم الجميع، وان شاء الله دائما نلتقي على الخير والمحبه. هاي اللقاءات الاهليه الحلوه صراحه ما كنت يعني محضر شيء، وفي بجوعتي ألف قصيده، لكن لما شفت هالوجوه الفليحه وشفت هالمشاعر الحلوه الاهليه اللي بيننا واللي عم بشعروا بهاي القاعه خلتني استحضر كلمتين بعد الترحم على ارواح اللي فاقدينهم من هاي البلد، وخاصه من الكادر التعليمي، ان كان الاستاذ بسام الله يرحمه، وان كان عمي الاستاذ عبد الجليل، وان كان الاستاذ بسهيل مهيب الله يرحم الجميع. والشكر والرحمه اللي ما بننساها ابدا للعم ابو خالد راضي عزام صاحب المبادره الاولى. بحب هني عريقه فيكم، عريقه تتهنى بابناء المعطاء ان كان طلاب او كادر تعليمي او داعمين. وبدي اقول مقطوعه صغيره وبرجع بقول مقطوعه ثانيه كمان صغيره مشان اطيل عليكم، قول التموا سوا بلمه فرح وسرور، ونحن سوا ما اجمل اللم. التموا سوا بلمه فرح وسرور، ونحن سوا ما اجمل اللم. اهل وقرايب كلنا مندهور، وعا هيك بدنا اولادنا ننمي. منفرح سوا لما عرسنا يدور، منبكي سوا وهمك مثل همي. شو نفع عاشق لو ما عنده شعور، شو نفع عاشق لو ما عنده شعور، وشو نفع قرب ما كنت يمي. ايدك بايدي ايدك بايدي نحمي لبعضنا ظهور، ضلك معي نحمي لبعضنا ظهور، وايدك بايدي يا ابن عمي. قال المثل وحد الغصن مكسور، لكن اذا اجتمعوا سوا الاغصان ما بينكسر عود بوسط حزمي، ما بينكسر عود بوسط حزمي. على هالحفلة اللي فيها الجو ناقي جيت وعم تسابقني شواقي، لحتى التقي بحباب قلبي بدار السلام ما أحلى التلاقي. يا دار النور والنفس الرضية، غنية بحب روادك غنية، وبمعلم اللي حامل الروح النقية، شفت الخير غدران وسواقي. ويا عريقة يا عريقة العز والأمجاد، غيرك بعيني ما بتحلى بلاد. انت يا أرض الأهل والأجداد، حبك بقلبي للأبد باقي. ويا لجنة التكريم ويا لجنة التكريم ويا داعمينو، انتو دوا للجرح وانينو، كرمكن فيق بقلبي حنينو، لضيعتنا لاهلا لارفاقي. ان شاء الله يعم الخير فيكي، ان شاء الله يعم فيكي الخير كله، وتبقوا دوم مثل قمار طلوا. وبدي اليوم لعمار قله عريقة وداعتك يا ابن ياسر، احفظها بعيونك والمآقي، احفظها بعيونك والمآقي. ألف مبروك، كل الشكر لكم لدار السلام على هذه الاستضافة الحلوة. هلا أنا حفظت من قصيدة الشاعر كلمة دواء، ذكرتني بشغلي الغداء على النار، دواء وغداء. وبهالمناسبة الأسبوع القادم في عنا معسكر طبي من باب الإعلام. بتعرفوا المعسكرات الطبية مو سهل أبدا، مرة شاركنا مع دكتور نور مشفى الراضي، مو سهل أبدا الثبات على المعسكرات الطبية، خصوصا مع الغلاء الفاحش بالأدوية. أما مو بس ثبات بدار السلام،
ثبات ونمو أكثر. طبعا تمويلنا مو خارجي ولا من جهة استعمارية مشان الأمن ما يبذل جهد أبدا، لأنه استلمنا الجمعية الخيرية مرة وصار كثير يعرفوا شهد تمويل حاليا بسبب الكورسات التعليمية اللي بقدمها. واللي بحب منكم هذا الفكر اللي تطرحه دار السلام في له هدية أو هدايا، فقط يتواصل مع اللجنة المشرفة وإن شاء الله بصير خير، ما رح نغلي عليه السعر ولا يهمكم. رح نتابع وصلة فنية بين ما يجهز الغداء مع الأخ رفعت أيضا، يعني بعد عندكم نص ساعة الله بيعينكم. بريق الشاي على النار، هي بتعرفوا من 30 سنة بيشتغل بالدار، والدار الحقيقة صارت معلم عالمي. شلونك عيني شلونك شو مخلع على عيونك، شلونك عيني شلونك شو مخلع على عيونك، قد شفت عيون انا والله ماكو احلى من عيونك، قد شفت عيون انا والله ماكو احلى من عيونك. يحيى كثير كان من هذه السنين تعرف صار في عنده حوادث وأزمات كثير كبيرة، داوم على الدار سنتين ثلاثة أو أكثر، يعني بالرغم من مضايقة بعض الأصدقاء أما ثباته ما تتوقع قدية التغير اللي صار عليه وعلى نفسيته. هي دليل على إنه كلنا لما منكون بمصيبي أو ألم أو مرض بحاجة للمحبة، بحاجة لقبول الآخر، مو سخري وما شابه، أي إهانة أو سخري لأي مخلوق رح ندفع ثمنه بنفس الإهانة. طبعا طلاب الفرع العلمي الناشئين بعريقة 39 طالب وطالبة. رقم 21 قيس كبيل عبد الله عزام. اثنين وعشرين نور الدين باسم عزام. رقم 23 ماري أنور الشامي. رقم 24 إيلفا ماضي الدهوك. رقم 25 كارلا صقر عزام. رقم 26 رشا رزق الشامي. رقم 27 اعتذر عن الحضور لظرف خاص فجر زاهر أبو أمين. رقم 28 دلع خالد الدهوك. تسعة وعشرين بتول باسم الطرودي.
شهد خزاعي الظاهر عزام. واحدة وثلاثين آية رائد الدهوك. 32 عبير أدهم حمود العبدالله عزام. 33 حلا غسان فرحان ترودي. 34 لانا سلمان الظاهر. 35 ميار معين خويس. 36 سارة مهند الدهوك. 37 غزل فراس صالح عزام. 38 أنس صفوان شوقي عزام. 39 تيم كمال زايد عزام اعتذر عن الحضور لأسباب صحية، يستلمها برامي هشام. يعطيكم العافية. هاي القصيدة صارت مثل النشيد الوطني بالدار من هيك. ببيتنا حوط الوعر تتركني هاي الروح تتعشق شقوق الحجر وعحطانه بتنوح ببيتنا بحوط الوعر توحوحنا عكلت عالصورة عرق حني ضو دردار نقنا كم صخلي وعبورة ينطوا بحوش الدار باب الحلس والصعرورة عالحنت معلق فنار رياح كداني وجرورة سكي كابوسي وجرورة شعوب لدراسي والله ببيتنا بحوط الوعر تتركني هاي الروح تتعشق شقوق الحجر وعحطانه بتنوح. شكراً أستاذ رفعت. نحن مو متأخرين عليكم، ضمن الوقت بعدنا رح نقدمكم فقرة مميزة جداً. قبل البكالوريا تبي في فقرة مميزة للطلاب اللي بيجوا على دار السلام في الأسبوع بيتعلموا منهاج القيم الإسلامية واللغات، فرح يقدموا لكم أغنية. خلوهم ينزلوا. قبل ما يقدموا لكم أغنية جوين فريد الترودي رح تقدمكم فقرة، تفضل يا جوين. والورد حياكم بالفلول ياسمين قلوبنا عاكم حياكم.
الأدبي أنغام أمجد أبو أمين. بيبيان حسن شمس الدين. حسام عزام. ريتا تركي الظاهر عزام. ميلاد حمزي النجم. بيسان مفيد الدهوق. كارين مرسل جعفر. سراء أنور فريد عزام. كريستيان نضال الطولي عزام. جاكلين نزيه العبد الله عزام. ليث تركي طرودي. دلع فادي المحثاوي. شهد زهير أبو أمين. طبعاً مرام عصام الطرودي عزام ومرام عصام الطرودي عزام حولات. تقنيات والصناعة. تالا صالح شمس الدين. مهند هندي الفارس. عبد السلام عز الدين الحرافي. وطبعا احنا ما بننسى انه في شاعر كبير كثير بعريقة وله شهرة على مستوى خارج سوريا ايضا، تعرفوه الشاعر فايز عزام. يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. هذه المبادرات تأخذنا إلى عوالم جميلة أخرى. هؤلاء الرجال الخيرين يصعدون بنا نحو النجوم، يأخذون إلى السلام والأمان. كل التحية لأصحاب المبادرات، وأخص بالذكر رائد هذه المبادرات المرحوم أبو خالد راضي عزام. هي أبيات فقط قصيرة من جوهرة اللجاء تتحدث هنا عن عريقة، أبيات قصيرة. ما بين تلين تجدل شعرها، ما بين تلين تجدل شعرها حراسها الصيد النشامى والكمات، ومقام عمار يتوج رأسها، والخضر حصنها على الأربع جهات، والست سارة كحلت عينا لها، فانساب منها الدمع ينبوعا فرات. لا بحر فيها، لا بحر فيها، لو دخلت شباكها للطوق ينجيك ولا المرسات. بركانها بحر تجمد فجأة من سحره البازلت قد صاغ الحياة، والموج فيها قد تأبد ساكنا عشقا لها لكنه ما مات. أهريت كانت سرها في كهفها، اسم لذاك النبع رقراق العطاء. هي ها هي مهما يكن اسم لها، تعطي بريق الحرف جوهرة اللجة. الطالب يوسف الشبلي راح يقدم لكم وصلة فنية. وليس بها البدر وجمل، ايه
تقبل يا بلاد. أبناء المرحوم سلمان عزام، والحقيقة بدي أحكي وصلي مهمة كثير في مبادرة تعاون أخرى أيضا كانت بين دار السلام والصندوق الطلابي ومشفى الراضي من خلال زوجة المرحوم أبو خالد راضي عزام، ما بتقبل إن تذكر اسمها، بتحب دوما تكون زوجة المرحوم تخليدا لذكرى. مبادرة بدعم أيضا صفوف المدرسية بالقرطاسي، مشكورين. ارتأى الدكتور نور من خلال مشفى الراضي أيضا أنه يكرم بعض من المدرسات، فليتفضل. الآنسة رضي صعب. الآنسة نيفين منصور زين. هلا من زمان عم بدور على الآنسة هدى مسعود، زميلتي كانت، فالآن فجأت إنه حابب إني أشوف وجهها بعد غياب 40-45 سنة.
آنسة عتيدال أبو زين الدين. والآنسة حرم المرحوم شادي عزام والدة شهد الأنسة إيمان عزام. وأخيراً الأنسة سهام الصفر. يعني بشركم انه انا سمعت صوت طقطق صحون تحتها. وحياك شحان من شبه اسمع. ريكان راح يقدم لكم فقره فنيه. على فكره ريكان موهوب بسمعه كثير من شباك المركز الثقافي ما شاء الله عليه، بس كان ناقصه شويه هيك حد يرعاه ولا موهبه قويه كثير. مساء الخير للجميع. بدي أقدم أغنية للمطرب المرحوم فؤاد غازي. أوف 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 أوف. لك صبر أيوب صبر أيوب، مرة صبرت مرات عليكم وشربت كاسات مرات. صبر أيوب مرة صبرت مرات عليكم وشربت كاسات مرات، لكن نسيتوا شو مررنا بدرب مرات، وانتوا لا سؤال ولا جواب. صبر أيوب صبر أيوب، صبرت عليك يا محبوب. صبر أيوب صبر أيوب، صبرت عليك يا محبوب. عيني مهما شافت منك عيني عيني، قلبي ما يستغني عنك قلبي قلبي. لك يا محبوب يا محبوب يا محبوب، تحلف لي 12 يمين ضلك على حبك أمين. بتحلف 12 يمين ضلك على حبك أمين. تقول من الشط قربنا صار الأسمر حبيبنا، تقول من الشط قربنا صار الأسمر حبيبنا. تحلف لي ولكن هيهات مثلك عانى عماله يتوب. يا محبوب يا محبوب يا محبوب، يا أبو العين الحلوين لو بعرف قلبك مع مين. يا ابو العينين الحلوين لو بعرف قلبك مع مين. كنت مشيت بدرب جديد ورميت همومي لبعيد، كنت مشيت بدرب جديد ورميت همومي لبعيد، وتركتك على نار الشوق تتلوع مثلي وتذوب. يا محبوب يا محبوب يا محبوب. صبر أيوب صبر أيوب، صبرت عليك يا محبوب. عيني مهما شافت منك عيني عيني، قلبي ما يستغني عنك قلبي قلبي. لك يا محبوب يا محبوب يا محبوب. أنا على فكرة صار لي 40 ساعة وشلي، كنت سهران برسيس للصبح عقلي. معناها البلد بلدنا عريقة والذي فعلا. وباسمكم جميع من خلال دار السلام راح نكرم الدكتور نور الدين عزام. فليتفضل شيخ البلد الشيخ أبو رياض يكرم لنا الدكتور نور. خليها هيك خليها هيك خليها هيك. تفضل دكتور نور. تستاهل دكتور. وهذا مش وقت رحمة كرامي. مبروك
لوح بيدك يا هلا غمزات عينا مكبلة لوح بيدك يا هلا علم ضرب السهم بخطوقي سلم قول الهنا يا شوقي علم ضرب السهم بخفوقي غمزات عينا مدبلة لوح بيدك يا لا غمزات عينا مكحالة لوح بيدك يا لا علم ضرب السهم بخفوقي لولو لامع بمبسمة خطم خطمة عنود بمنهلة تبسم لولو لامع بمبسمة خطم خطمة عنود بمنهلة يا زين نلقاها ضاعت شبه العنود اللي شارت يا زين نلقاها بعد شبه العنود اللي شارت علم ضرب السهم بخفوقي قتلني وعيونك كل حكي بحياتي ربك بس قولي لي شو بيكي سكوتك قتلني وعيونك كل حكي بحياتي ربك بس قولي لي شو بيكي مشتاقي اسمع نغمي عوتار الغزال ثم القيثارة بس ناقص هالحكي ثم القيثارة بس ناقص هالحكي ثم القيثارة وعيونك بحر الغزال ديواني عنتر والمهلل والأول بس افتحي لي هالقليل يا اللي انقفل تريحي عيون الباري من البيكي تريحي عيون الباري من البيكي قتلني وعيونك كلها حكي